إذن عن تقرير منظمة العفو الدولية عن تضاعف معدلات أحكام الإعدام في العراق، انضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني أحكام الإعدام تتزايد خاصة في الفترة الأخيرة، ولكن إلى أي مدى ترى أن هذه الأحكام تصدر من محاكمات لا تتوفر فيها معايير العدالة؟ يعني في البداية نستذكر اليوم ذكرى أليمة تمر علينا، هي ذكرى مجزرة سارية في مسجد سارية في ديالى. وما يزيد الحزن والألم أن هذه المحافظة الجريحة، محافظة ديالى، حتى اليوم تعاني من المجازر وعمليات القتل والإخفاء القسري والاعتقالات والتهجير. لا شك أن عمليات الإعدام في العراق هي عمليات انتقامية وإجرامية، وباتفاق يعني كل التقارير الدولية والمنظمات الدولية والنشطاء أكدوا بأن كل يعني التهم صادرة من قضاء، للأسف قضاء مسيس وقضاء مسيس، ولا يحصل خلال المعتقل على أبسط حقوقه في وجود محامي أو في وجود أدلة أو براهين تثبت حقيقة التهم. وكل المنظمات الدولية أجمعت بأن الاعترافات تنتزع وتقدم إلى 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 قضاة، للأسف لا يأخذون بنظر الاعتبار حقيقة، أو لنقل أنهم متضامنين ومشتركين في تلك الجرائم. طيب أستاذ علي، يعني بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية أكدت أن نسب الإعدام في العراق تضاعفت بمقدار 3 أضعاف عن العام الماضي. تزايد نسب الإعدام ماذا يعني حقوقيا أستاذ علي؟ حقوقيا أولا تزايد نسب الإعدام هذا كلما بدأت مناقشة ما يسمى بقانون العفو العام، وأصبح هذا القانون يعني سراب بالنسبة للعراقيين، تتزايد عملية الإعدام والتصفية. يعني هؤلاء الميليشيات الإجرامية الانتقامية يعني يعملون على قتل أكبر عدد ممكن من المعتقلين. وجود العراق ضمن الدول يعني الآن العراق يأتي تسلسلة بعد الصين في عمليات الإعدام، يعني هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، فالعراق هو في الدرجة الأولى، يعني عالميا في الدرجة الأولى العراق في عدد المخفيين قسرا وفي عدد الذي يتم إعدامهم خارج نطاق القانون. لا أعتقد أنه حكومة مثل حكومة العراق، يعني حكومة ميليشيات، حكومة يعني لا تخجل من المجتمع الدولي، ولا لا أعتقد بأنه هذا يأثر عليها. لكن دوليا يفترض أنه دول العالم تأخذ بنظر الاعتبار حقيقة ما يجري في العراق، وخاصة أمريكا. أؤكد خاصة أمريكا التي أتت بهؤلاء القتلة وسلمتهم زمام الأمور في العراق. بالنسبة إلى موقف المجتمع الدولي، يعني منظمة هيومان رايتس ووتش عبرت سابقا عن صدمتها من وجود أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام. اليوم منظمة العفو الدولية تتحدث عن وجود 7900 محكوم بالإعدام. هذه التقارير ألا تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحكومة لوقف هذه المجازر أستاذ علي؟ الحكومة العراقية أوقفت التعامل مع منظمة العفو الدولية ومع هيومان رايتس ووتش، ولا توجد مكاتب لها في العراق. من يتحمل هذا الأمر هو برنامج اليونامي وقسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللي مقره بالمنطقة الخضراء، والآي سي آر سي، تلك يعني أقصد منظمة العفو، منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذه المنظمة العريقة المعروفة بمواقفها للأسف الآن في العراق، يعني صارت على عملها 1000 علامة استفهام، لأنها لديها مكاتب في كل محافظات العراق تقريبا، وتدخل هذه السجون ولم تحرك ساكن لما يجري في هذا الأمر. والأمر الآخر هو أؤكد على أن قسم حقوق الإنسان في برنامج اليونامي والأمم المتحدة الموجود في العراق أيضا يغطي وشريك في هذه الجرائم. أستاذ علي، هل هناك انتقائية قانونية في تنفيذ الأحكام على
يعني محافظات بعينها، هل تعتقد ذلك؟ لا شك في ذلك، والعالم كله يعرف ذلك. هناك عملية قتل ممنهج تستهدف بها المحافظات ذات الغالبية السنية، هذا أمر أصبح واضح لكل المجتمع الدولي. وهناك قتلة ومجرمين ومهربي مخدرات وإرهابيين من مكونات أخرى يتم إطلاق سراحهم والتغاضي عن جرائمهم. هذا أمر يعني أصبح مكشوف للعالم كله. أستاذ علي، أغلب دول العالم تدعو إلى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بينما تتضاعف أعداد المحكومين بها في العراق، هل ترى أن القضاء أصبح أداة عقابية بيد السياسيين؟ منذ عام 2003 حتى اليوم القضاء أداة ليست عقابية بل أداة انتقامية. وعلينا أن نتذكر أن أول رئيس جمهورية عراقي، أقصد الرئيس جلال الطلباني، للأسف كان من الموقعين دوليا من الموقعين على رفض جريمة الإعدام، لكنه سجلت في وقته أكبر يعني عمليات الإعدام في العراق سجلت في وقته، وكلنا يعلم أن عمليات الإعدام تتم بتوقيع من الرئاسة العراقية. عبر سكاي من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.